هل تعلم إن قطط الغابات لا تعيش في الغابات على الإطلاق وتفضل البقاء في الأماكن الرطبة؟ هل تعلم إن صاحب أكبر عيون في العالم هو حيوان الحبار العملاق؟ هل تعلم إن قطط الغابات تعتمد على القوارض في غذائها مما يعود بالفائدة على الإنسان؟ هل تعلم أن التمساح لا يستطيع أن يقوم بإخراج لسانه من فمه؟ هل تعلم أن قطط الغابات قد تم تحنيطها قديما ووضعها في المقابر المصرية؟ هل تعلم أن قلب الروبيان يقع في رأسه؟ هل تعلم أن عدد عضلات الأذن الواحدة للقط هي 32 عضلة؟ هل تعلم أن القطط تنام كثيرا، فقد يصل عدد ساعات نومها من 16 إلى 18 ساعة في اليوم؟ هل تعلم أن الثدييات الوحيدة التي لا تستطيع القفز هي الفيلة؟ هل تعلم أن الفيلة هي الحيوانات الوحيدة التي تمتلك 4 ركب؟ هل تعلم أن القطط تستطيع سماع الموجات فوق الصوتية؟ هل تعلم أن الفراشة تمتلك مستقبلات التذوق الخاصة بها في أقدامها؟ هل تعلم أن عيون معظم أنواع السرطانات تقع في نهايات سيقانها؟ هل تعلم أن الحرباء تستطيع الرؤية باتجاهين مختلفين في الوقت نفسه؟ وذلك لأن عيونها تستطيع التحرك بشكل مستقل. هل تعلم أن جسم دودة الأرض مغطى بالكامل بمستقبلات التذوق؟